مفيش شك ان التغيرات المناخيه او الاحتباس الحراري مش بس بيأثر على الكائنات الموجوده على سطح الارض، كمان تأثيره بيكون اكبر على الكائنات البحريه وعلى الثروه السمكيه، لان ارتفاع درجه الحراره ده طبعا بيقلل من نسبه الاكسجين الموجوده في الميه، بيزود درجه حمضيه المياه في البحار والمحيطات. عشان كده في انواع من الاسماك يمكن اختفت نتيجه ارتفاع درجات الحراره خلال الفتره اللي فاتت. مثلا حقيقي يا استاذ لي، للاسف عالم البحار من الحاجات اللي اتاثرت بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخيه، ويمكن شفنا بعض الاسماك مش بس بتختفي لا كمان بتنفق من غير ما يكون في سبب، بنلاقيها بتطفو على سطح المياه سواء البحار او الانهار. عايزين نعرف ايه اسباب ده وايه اللي بيحصل وانواع الاسماك اللي يمكن اختفت في الفتره اللي فاتت. الثروة السمكية رايحة بينا بقى لفين في الفترة اللي جاية، ومحتاجين احنا كبني ادمين او كبشر نعمل ايه عشان نحافظ على ما تبقى من انواع سمكية مختلفة. معانا في الاستوديو منور الدكتور يوسف العبد، استشاري وخبير الاستزراع السمكي، هيكلمنا عن هذا الموضوع بالتحديد. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا بحضرتك دكتور. يعني خلينا في الاول خالص نتكلم عن يمكن الانواع السمكية اللي اختفت نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة. وطبعا التأثير التغير المناخي الفترة الماضية خاصة بعد الثورة الصناعية الكبرى في أوروبا وتغير درجات الحرارة في العالم كله المناخية وزيادها بمعدل يقترب من 1.1 درجة مئوية في العالم كله، طبعا التأثير ده بيكون تأثير مباشر على الأحياء المائية أو الكائنات المائية وخاصة درجة حرارة المياه. ليه تأثير أيضا على الإنسان وليه تأثير أيضا على المحاصيل أو النباتية أو الاستزراع النباتي. كانت من ضمن القطاعات الأشد تأثيراً وخطورة تأثير عليها مباشر هو التأثير على الكائنات المائية أو الأحياء المائية التي توجد في البحار والمحيطات والأنهار، نظراً طبعاً لتغير الحالة الكيميائية والفسيولوجية والطبيعية واختلاف درجة الحرارة واختلاف البي اتش زي ما حضرتك ذكرتي اللي هي بالنسبة للحموضة والقلوية، لأن الأسماك بتعيش في أحماض في بيئة قلوية، البيئة الحامضية بتأثر عليها تأثير مباشر، وبالتالي أيضاً هذه التأثير المباشر بيؤدي إلى ظهور حالات من النفوق شفناها في العالم كله، شفناها حتى في أوروبا منذ شهر تقريبا في دولة زي ألمانيا، شفناها في دولة زي الصين الأسبوع الماضي نفوق مئات الآلاف من الأطنان من الأسماك، شفناها في أمريكا في ولاية تكساس الأمريكية، وشفناها نوعا ما في ظاهرة في البحر. وبعض السلوكيات اللي بقت دلوقتي غريبة بالنسبة للأسماك، يعني أسماك القرش اللي دايما بتبقى موجودة في الأعماق النهاردة احنا بنشوفها على الشواطئ موجودة. هذه الظاهرة من يعني اللي ظهرت النهاردة ظاهرة سمكة القرش دي من إحدى الظواهر الطبيعية اللي ظهرت في الفترة الماضية، وأيضا ظهرت هجرة بعض الأسماك من أماكنها الطبيعية المعروفة سواء في البيئات الباردة شديدة البرودة نظرا لانصهار الجليد وارتفاع درجة الحرارة، بدأت هذه الأسماك تهاجر من أماكنها وظروفها الطبيعية بتبحث عن أماكن أكثر ملائمة وأكثر تأقلم. هقول لحضرتك مثالين ممكن بسيط جدا إحنا يعني ممكن نتكلم عليهم. احنا عندنا سمكة مثلا زي سمكة الأرنب أو اللي مشهورة دي ما كانش في البيئة في البحر المتوسط، ما كانش ده مكانها، كان مكانها في البحر المحيط ناحية دولة زي اليابان وكانت مشهورة هناك. هجرتها الكبيرة نظرا للتغير المناخي بدأت تظهر في البحر الأحمر ومن ثم انتقلت إلى البحر المتوسط وبقت موجودة، وللأسف هي هذه السمكة أنا بحذر من تناولها وشكلها لأن سمكة الأرنب أو سمكة النفيخة بتبقى سمكة صغيرة حجم وبتنتفخ عند لما بنقرب منها، هذه سمكة شديدة السمية ممكن سمكة واحدة ممكن تقتل من حوالي من 7 إلى 10 أفراد شديدة السمية. إذا انتقال هذه السمكة من بيئة في أقصى الشمال إلى في الشرق الأوسط ده كان تغير مناخي. أيضا سمكة شمس المحيط التي تبلغ أحجامها كبيرة جدا كانت موجودة في أعماق المحيطات أسفل المحيط بدأنا النهاردة نشوفها في البحر المتوسط، وكانت أحد الأسماك منها كانت موجودة في شاطئ قرب اسكندريه وبلطيم وتم تشريح والاحتفاظ بها في احدى المتاحف الاحياء المائيه المصريه. اذا هجره الاسماك نتيجه وكمان ظاهره اللي حضرتك قلت عليها اللي هي سمكه القرش وجودها من قرب الشاطئ تبحث عن غذاء، لان التغير المناخي بيأثر على الغذاء الكائني او الاحياء الدقيقه داخل البحار والمحيطات. هدي حاجه برضو نموذج صغير، احنا عندنا لما بيحدث في تغير او ارتفاع درجه الحراره الشعب المرجانية بيبقى داخلها أحياء دقيقة وكائنات دقيقة وطحالب بتعيش بتدي الشكل الملون الشكل الجميل سواء اللون الأخضر أو الأحمر أو الألوان الجميلة البديعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها بطبيعتها. هذه الأحياء الدقيقة عند تغير سواء تغيير تلوث كيميائي أو بيولوجي أو ارتفاع في درجة الحرارة بتختفي هذه الأحياء المائية، وده بيكون غذاء لبعض الأسماك في القاع، وبالتالي الأسماك بتبحث عن هجرة لأماكن أكثر
وجود للأحياء أو التغذية الطبيعية بتاعتها. طيب دكتور، مع تأثير التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وزيادة حموضية المياه زي ما كنا بنتكلم، هل ده بيؤثر على هروب ونفوق بعض الأسماك ولا ممكن يؤدي إلى مرضها فتؤدي إلى ضرر للإنسان في حال تناوله؟ هو الضرر الأخير في تناولها ده أسماك نافقة ومية، طبعا دي بتبقى ظاهرة طبعا مش مسموح بها، بتبقى موجودة في الأسواق لأن طبعا بيبقى فيها لا كنترول. مش بتكلم عن النفوق، أنا بتكلم عن أسماك الصيادين بيصطادوها لكن اتأثرت بدرجة زيادة حموضية المياه فتأثرت فبقت مضرة مثلا. طبعا هي طبعا السمك النافق بيبقى حامل للبكتيريا، بيبقى غير صالح للاستخدام، ممكن يعمل مشاكل معوية، ده لو هي أسماك نافقة وفيها تلوث موجود. ولكن احنا ممكن نقف عند نقطة الجزء الأول من السؤال، مدى تأثير الأسماك بالتلوث أو ارتفاع درجة الحرارة أو تغيير الحمضية؟ التأثير ده بيكون تأثير جزئي أو نسبي أو تأثير كلي. لو هو تأثير جزئي أو كلي بيأثر عليها في النمو وفي التكاثر الحياة البيولوجية بتاعتها وفي الهجرة أماكنها أو غير أماكنها، وبالتالي لو في تأثير أشد خطورة بقى، لو هو تأثير أكثر خطورة وانخفضت درجة الحموضة زادت بصورة مباشرة بتأثر على نفوق الأسماك وبتؤدي إلى نفوقها وبالتالي بيبقى غير مسموح بتناولها للإنسان. لكن هي مش هتبقى ضارة في حال إن هي بس أثرت على نموها ولا ما فيش أي مشكلة خالص، لأن وده موجود. ده كان السؤال. وده موجود. إحنا بقى بنعالج هذه الظاهرة بقى يعني جزئياً إزاي؟ النهاردة تغيير حموضة المياه، إحنا المشكلة بس التغيير الحموضة بيبقى نسبي برضو، يعني هل مسطح المياه عمق أكبر ولا أقل؟ يعني النهاردة بخر المياه، هل البحيرات المصرية أو البحيرات اللي موجودة عمق المياه فيها 3 متر أو 4 متر أو 5 متر؟ ودي كانت نقطة التساؤل الفترة الماضية لما حدث مشروع تطوير البحيرات المصرية وجهاز عن تطوير البحيرات، كان هناك تعميق لهذه البحيرات. في بعض الزملاء اعترضوا، احنا كنا بنناقش القصة بنقول لهم يا جماعة احنا محتاجين تعميق أكتر عشان سطح المياه يزيد وبالتالي الحياة البيولوجية للأسماك تقدر تاخد حياتها الطبيعية في هذا المرتفع سواء 3 متر أو 2 متر، لأن كلما قلت المنسوب المياه بيبقى أشد خطر، درجة الحرارة بتزيد على الأسماك، البخر بيزيد، نسبة الملوحة بتزيد، نسبة الحموضة زي ما حضرتك بتقول بتزيد، نسبة الأكسجين بتقل وده بيبقى خطر على الأسماك. التعميق البحيرات المصرية بيسمح بتدفق مياه أكبر من البغاز، الحياة البيولوجية للأسماك بتبقى في طبيعتها، حدث لو حدث نسبة بخر 2% أو 3% من سطح المياه لا يؤثر بصورة مباشرة على الأسماك، وده السؤال اللي حضرتك بتقوله. يعني كان هناك رؤية في القيادة السياسية في تطوير البحيرات المصرية، إذا التشريع تعديل تشريع لحد من التلوث، تعديل تشريع أو 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 حماية مجتمعية لهذه البحيرات عشان ما تتأثرش بالتغيرات المناخية. يعني بنتكلم كمان إنه مش بس تغيرات مناخية، لا كمان في أساليب للأسف يعني سلبية جدا من البعض في التعامل مع البيئة البحرية. يعني لما بنتكلم دايما بلاش نرمي حاجات في المية، بلاش إن احنا السفن ترمي بعض الحيوانات النافقة لأن ده بيجيب أسماك من تحت مكانها في الأعماق بتطلع فوق وهكذا. إيه الإجراءات اللي ممكن الدولة تتخذها إن واحد يعني تحارب، خليني أقول، هذه السلوكيات الخاطئة اللي بيرتكبها البعض، تاني حاجة لمواجهة أكيد التغير المناخي أو يعني أكيد دي مش في دولة واحدة ممكن تعمل ده. قمة المناخ الماضية كان تناقش فيها جزء من الموضوع ده، نوعا نظرا ان في تلوث بيئي وتلوث كيميائي. التلوث الكيميائي موجود من ضمن المصانع الكيميائيه بتلقي ملوثاتها في سواء في البحيرات او الشواطئ المصريه. الحد التشريعي من القانون اللي صدر منذ تقريبا عامين تم اقراره، التعديل التشريعي اللي بقول لحضرتك عليه تم تغليظ العقوبه سواء بالقاء مخلفات كيميائيه او مخلفات بيئيه او التلوث المياه، وهنا التجريم والتشريع تغليظ العقوبه ادى ان شاء الله في الفتره القريبه الى زياده او حد من نسبه التلوث، وبالتالي بيدي فرصه للاحياء المائيه ان هي بتبقى بتاخد طبيعتها او طبيعتها. المشكله هناك تجاوزات في المياه الاقليميه القريبه في بعض الشحنات اللي موجوده في سواء في الحيوانات المستورده من الوارده الى مصر او الى العابره في المنطقه المصريه، اللي هناك في الاسف تجاوزات بيتم فيها زي ما حضرتك بتقولي ان في حيوانات بتبقى موجوده، بيتالي هجره وتغير فسيولوجي وتغير طبيعي للسمك اللي موجود في البحار خاصه البحر الاحمر. مشكله البحر الاحمر احنا طبعا هي مشكله يعني متكرره، ان هجره الاسماك زي ما بقول لحضرتك بحثا عن الغذاء هو ده الشغل الشاغل
في القصة كلها. الغذاء، السمك بيبحث عن غذاء وأماكن أكثر تأقلم وهربا من سواء ارتفاع درجة الحرارة الكبير واللي أدى إلى اختفاء الغذاء الطبيعي للأسماك، بتبحث عن أماكن للتغذية. وجود أماكن لقاء حيوانات نافقة باستمرار بيدي إتاحة، لأن على فكرة الأسماك ذكية جدا، بتعرف أن هذا المكان بإحداثياته وبشكله بمكانه أنه بيوجد فيه تغذية مستمرة أو إلقاء مستمر للحيوانات، بالتالي بتبقى فيه هجرة للأسماك في هذا المكان، وبتسبب خطورة وخلل والتوازن البيئي في هذا المكان. طيب بالنسبة للاستزراع السمكي، احنا شغالين على مشروعات كتيرة للاستزراع السمكي في مصر خلال الفترة اللي فاتت، شايف زي ممكن نحمي هذا الأمر استزراع السمكي من التغيرات المناخية؟ هل مثلا ممكن نعمل خريطة مناخية مثلا؟ تمام، كلام كويس جدا، وطبعا يعني بحيي حضرتك عليه. التغيرات المناخية زي ما قلت لحضرتك تأثيرها المباشر أكثر، رقم واحد احنا بنقول على الأحياء المائية. مصر مصنفة عالميا الحمد لله في الاستزراع السمكي أول عربيا وأفريقيا، والسادس عالميا. احنا لنا ترتيب عالمي ولنا ريادة منذ القدم، عندنا 11 نوع من الأسماك موجودين في البيئة المصرية على نقوش وجدران المعابد والمقابر المصرية، ابتداء من سمكة البلطي لأنواع زي سمكة البسارية و11 نوع متكررة، وسمكة البوري الخالدة واللي موجودة في بأشكالها اللي احنا عارفينها. ال11 نوع المتكررين منذ القدم موجودين في البيئة المصرية، بيتغذى عليهم المصري القديم حتى الآن، تحملت التغيرات المناخية، سمكة البلطي تغيرت جميع الظروف، تحملت جميع الـ يعني احنا بنسميها او بقول دايما ان الديناصور انقرض في مصر وسمكه البلطي لم تنقرض في البيئه المصريه، وده شيء ايجابي وشيء احنا يعني الحمد لله كويس في التغذيه، لان الاسماك مصدر مهم جدا للتغذيه في البروتين. تحمل الاسماك في البيئه المصريه وفي نهر النيل بالذات، ومن ثم توسع المصري القديم في تربيه الاسماك في حواض من نهر النيل، ومن ثم تطورت هذه الاحواض الى مزارع سمكيه نموذجيه زي ما احنا شايفين النهارده خاصه، ومن ثم تطورت اكثر تطور، اصبحت مشروعات قوميه على ساحل البحر المتوسط في شرق بورسعيد وفي الاسماعيليه. هذه المشروعات كانت الفكره الاساسيه بتاعتها انها تكون مشروعات تكامليه ونموذجيه. طب حدث تغير مناخي وحدث تاثير مناخي وزياده في درجه الحراره، المطلوب هو ان احنا نكون مستعدين واكثر استعدادا. رقم واحد حوار مجتمعي شامل، خطه قوميه كبيره، استحداث انواع مش موجوده من البيئه المصريه، احنا بنستوردها، ان في انواع اسماك احنا بنستورد بعض انواع الاسماك مش موجوده في البيئه المصريه، احنا ممكن مع التغير المناخي نستغل السواحل المصريه ونستغل البيئه المصريه في زراعة بعض الانواع الغاليه الثمن اللي انا بستوردها من الخارج. هتقول لي حضرتك زي ايه؟ اقول لحضرتك احنا عندنا اسماك زي سمكه السلمون بدات تنتشر في الشرق الاوسط، النهارده دبي بتعمل مزارع لاسماك السلمون، المملكه العربيه السعوديه محتاجين احنا كمان نعملها، لان طبعا غاليه يعني جدا، غاليه جدا ومفيده جدا 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 جدا، ومحتاجين ان احنا نستورد منها كميات. احنا لو عملنا مزرعه في اتنين بدات هتبدي شبه اكتفاء ذاتي، او تضع الزراع السمكي في مصر في مقدمه الاكتفاء الذاتي من جميع الانواع الاسماك. عندنا 85 ل 90% اكتفاء ذاتي من الاسماك، ولكن بعض الانواع اللي احنا بنستوردها نحتاج الى تطوير وحوار مجتمعي والى خطه قوميه كبيره، لان زراعة السمك بس حضرتك بتتكلم على مثلا لو سمكه زي السالمون فور اكزامبل، يعني على سبيل المثال احنا النهارده السمكه دي موجوده في يعني في دول زي النرويج والنرويج وشمال اوروبا والدنمارك، فانت بتتكلم في درجه حراره ساقعه جدا. هو يا فندم بيعملوا لها زي نظام الصوب درجه الحراره منخفضه، وبيبقى نظام مكثف بالمتر المكعب الواحد، سمكه تم حتى استحداثها او تهجينها وراثيا بتدي احجام ل 2 كيلو ونص و 3 كيلو السمكه الواحده. فاذا المساحه الصغيره مع انخفاض درجه حراره في دبي النهارده في 40 45، وعملوا مزارع اكثر بروده تتحمل البيئه. اعتقد الموضوع كمان مرتبط بتحسين السلالات. طبعا ما ده الجزء برضه مهم، تحسين السلالات مهم. احنا عندنا في الشواطئ المصريه في بعض الاماكن في انخفاض شديد في درجه الحراره، مش عايزين حاجه بقى مثلا في سيناء في بعض الاماكن ممكن توصل ماينس 2 و3 و4 و5. في بعض الاماكن في البيئه المصريه في السواحل المصريه مع انخفاض درجه الحراره في الشتاء ممكن تبقى شبه بيئه ملائمه. كل الشكر لحضرتك يا فندم. طبعا ده شيء مهم جدا زي ما عليه. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتنا يا فندم. الدكتور يوسف العبد استشاري وخبير الاستزراع السمكي، بنشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا يا فندم.